المحور الرابع التواصل، تواصل الفنون. ده الموضوع الأول هناخد مع بعض من التراث المصري. واحد، فكر نشاط، لاحظ تفاصيل الصور وأرسم شكلها الآن. أول صورة معانا بصورة سيارة، سيارة قديمة خالص من زمان، بصوا شكلها عامل ازاي، اتخيل شكلها دلوقتي الآن واحنا في عصر التكنولوجيا ودلوقتي السيارة شكلها ازاي حديثا. جنبيها عندي صورة تليفون، بعديها صورة تلفزيون. طيب الصور دي صور زمنية من زمان، تراث قديم، تعالوا دلوقتي نشوف شكلها دلوقتي ازاي هتكون معانا في الوقت الحديث اللي احنا فيه. هترسموا الأشكال كل شكل في مكانه بالصور الحديثة اللي بنشوفها دلوقتي. طيب هننزل لرقم 2، اقرأ واكتشف. نشاط ألف، صل كل كلمة بمعناها. عندي أول صورة هلاقي صورة ولد أو رجل بيقرأ في كتاب. تعالوا كده نشوف إيه القصة دي، إيه الجملة بتقول إيه. في المدرسة زارنا روائي وحكى لنا قصة. طيب هنشوف كده في قائمة المعاني إيه المعنى اللي يدل على كلمة روائي. يعني إيه كلمة روائي؟ يعني كاتب قصص طويلة. وصل معايا، كاتب قصص طويلة. هشوف كده الصورة التانية، مجموعة من الأطفال ماسكين كأس، يعني هما كده يعني حازوا على جايزة. تعالوا كده نقرأ الجملة، الفريق حائز على المركز الأول في البطولة. هوصل يلا، هنوصل الجملة الأولى اللي هي كلمة روائي، هنوصلها بإيه؟ بكاتب قصص طويلة. طيب الصورة الثانية عندي قلنا مجموعة من الأطفال، كلمة حائز عندي يعني حائز على جايزة. تعالوا كده نشوف الفريق حائز على المركز الأول في البطولة. كلمة حائز هوصلها بكلمة إيه؟ حاصل. طيب هنزل للصورة اللي بعديها، عندي ده صورة ايه؟ صورة حجر، ده جرانيت. تعالوا كده نقراها، يتم استخراج الجرانيت من جبال مصر. طيب هنشوف كده هنا ايه معناها، يعني ايه الجرانيت؟ يعني نوع من انواع الصخور الصلبة. هشوف الصورة اللي بعديها، صورة ام ومعاها طفلتها او بنتها. تعالوا نقرأ، الام هي رمز الحنان. يعني ايه رمز؟ كلمة رمز يعني علامة أو إشارة. هوصل يلا بأول معنى عندي في القائمة. هنزل للصورة اللي بعديها، ده ولد مبسوط. تعالوا كده نشوف إيه الجملة، تناديني أمي بلقب مساعد الأسرة. يعني إيه كلمة لقب؟ يعني اسم مميز. طبعا كل واحد عندنا إيه ليه اسم تاني غير اسمه، وماما بتدلعه باسم تاني. اللقب معناها اسم مميز. هدخل بقى على النص من التراث المصري، هنقرا مع بعض المصري من التراث المصري. طيب هنشوف كده عندي ثلاث شخصيات مختلفين، كل شخصية فيها حصلت على جايزة معينة أو عملت حاجة معينة ميزتها. تعالوا كده نقرا، عندي أول شخصية نجيب محفوظ، تاني شخصية محمود مختار، ثالث شخصية أم كلثوم. طيب أول شخصية اللي هو نجيب محفوظ ده كان إيه؟ تعالوا كده نشوف ونحكي عنه الكلام المكتوب، روائي مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب، من أشهر أعماله الثلاثية وهي من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث. يبقى عرفت إن نجيب محفوظ ده روائي مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب. طيب ندخل على الشخصية الثانية، محمود مختار، فنان بارع في النحت وصاحب تمثال نهضة مصر، صنع هذا التمثال من الجرانيت ويعد رمزا لمصر الحديثة. يبقى عرفنا ان محمود مختار ده فنان بارع في النحت. ندخل على ام كلثوم، دي ثالث شخصية طبعا عارفينها، هي كانت بتغني وليها اغاني معروفة. طيب نشوف كده مالها، ايه الكلام اللي جه عنها عندنا، هي افضل مغنية في العصر الحديث، ولقبها يعني ميزوها او سموها باسم مميز اللي هي اسمه ايه؟ كوكب الشرق. يبقى هي افضل مغنية في العصر الحديث ولقبها كوكب الشرق، غنت اناشيد وطنية كثيرة ومن اغانيها مصر تتحدث عن نفسها. ننزل بقى على التدريبات، نشاط ب، ضع الاسم المناسب لكل جملة. مديني الأسماء والألقاب بتاعتهم، محمود مختار، أم كلثوم، نجيب محفوظ،
رقم واحد لقبت بكوكب الشرق، طبعا عرفنا ان هي مين؟ ام كلثوم. اكتب معايا ام كلثوم. رقم اتنين فاز بجائزة نوبل في الادب، عرفنا ان هو مين اللي فاز بالجائزة؟ نجيب محفوظ. اكتب يلا نجيب محفوظ. برافو عليك. طيب رقم ثلاثة نحت تمثال نهضة مصر، مين اللي نحته؟ برافو عليكم شاطرين، محمود مختار. اكتب يلا محمود مختار. ندخل على نشاط ثلاثة، أكمل بكلمات مناسبة. عندي مجموعة من الكلمات وعندي قطعة، هحط كل كلمة موجودة عندي في المكان المناسب. أنا ماجد وتناديني أمي، هختار رمزا ولا روائيا ولا لقب ولا حائزا. طيب هختار كلمة بلقب، يبقى أنا ماجد وتناديني أمي، اكتب يلا بلقب. كاتب العائلة، أحب الكتابة وأكتب العديد من القصص وأتمنى أن أكون روائيا. وإيه كمان؟ وحائزا على جوائز كثيرة. وحائزا، برافو عليكم، على جوائز كثيرة. وتكون رواياتي رمزا من رموز الكتابة في مصر، هكتب كده رمزا. طيب هنزل على التدريب اللي بعديه، نشاط د. هعمل ايه دلوقتي؟ حان وقت القراءة الجهرية، هتقرأ الدرس. هنزل على نشاط ثلاثة، لاحظ واكتشف. عندي صورتين، الصورتين بيوضحوا لي حاجات مختلفة. تعالوا نقرأ كده. اذهب الى الحديقة صباحا. صباحا، طب يا ترى ليه هو ملونهاني باللون الاحمر؟ تعالوا نقرأ الجملة الثانية وهنشوف. اذهب الى الحديقة ليلا. صباحا وليلا دول بيدلولي على زمن ايه؟ ظرف الزمان. ظرف الزمان، احنا خدنا قبل كده ظرف المكان وكان بيدل على مكان. دلوقتي هاخد ظرف الزمان، هو اسم يبين زمان حدوث الفعل. ممكن اكتبها هنا كده من فوق، ظرف الزمان هو اسم يبين زمن حدوث الفعل. يعني ايه زمن حدوث الفعل؟ يعني الوقت اللي بيحصل فيه الفعل، يعني صباحا مساء ليلا ظهرا، كل دي اوقات بتدل على زمن حدوث الفعل. يبقى اذهب الى الحديقة صباحا، اذهب الى الحديقة ليلا، اذهب الى المدرسة صباحا، كل ده بيدل لي على زمن حدوث الفعل، يعني ظرف زمان. طيب ظرف الزمان بيبقى اخره تنوين بالفتح، هنا مديني الجملتين تنوين بالفتح، مش كل ظرف الزمان هيجيلي تنوين بالفتح. تعالوا كده نشوف الجمل اللي بعديها. اغسل يدي قبل الاكل، هنا عندي قبل جت ظرف زمان. ليه؟ لانها بتدل على وقت حدوث او زمن حدوث الفعل. اغسل يدي بعد الاكل، يبقى هنا عندي قبل وبعد برضو جايه تبع ظرف الزمان. هنزل بعد كده، بيقول لي سؤال، الكلمات الملونة دي بتدل على ايه؟ طبعا بتدل على ظرف الزمان، زي ما قلنا ان ظرف الزمان هو اسم يبين زمن حدوث الفعل، هختار ظرف الزمان. طيب معايا بعد كده رقم اربعة، لاحظ وتعلم. نشاط الف، اختر ظرف الزمان المناسب للجمل الاتية. اول جملة عندي رقم واحد، تظهر الشمس في السماء. هنختار ايه؟ هنختار صباحا، طبعا الشمس بتظهر في الصباح مش بالليل. اذهب الى الفصل، اذهب الى الفصل امتى؟ قبل ولا بعد طابور الصباح؟ ايوه برافو عليكم، هختار بعد. طيب اتناول طعام العشاء، بتناول امتى العشاء؟ ايوه برافو عليكم، بالليل، هختار ليلا. تحكي لي امي قصة، بتحكيها امتى؟ ايوه شاطرين، قبل النوم. طيب هنزل بعد كده نشاط، بيقول لي هنا عبر عن كل صورة مستخدما الكلمتين الآتيتين. عندي كلمتين صباحا وليلا، هعمل جملة، طبعا عبر، كل واحد يعبر بطريقته. هنا ممكن أقول إيه؟ أذهب إلى المدرسة صباحا. طيب هنا عندي دي إيه؟ دي حد نايم هنا عندي على السرير. ممكن أقول أنام ليلا مبكرا، يبقى أنا كده نمت ليلا مبكرا. ممكن أقول ذهبت إلى النوم مبكرا،
يبقى انا بقول هنا عندي ممكن اعبر بكل ايه، بكل صيغه مختلفه في الصورتين المختلفين، عندي صباحا وليلا. هنزل نشاط الف، احلم وارسم كيف ستؤثر في مستقبل مصر وشارك ذلك مع اصحابك. كل واحد طبعا يحلم هو عايز يبقى ايه في المستقبل، وكمان ممكن يرسم بطريقه مختلفه معايا. بعد كده نشاط ب، اكتب ما يملى عليك، يلا اتملى معايا، اكتب يلا شاطرين. ايوه من اول السطر، الشمس ساطعه، الشمس ساطعه فاصله، فذهبت للعب في حديقه بجوار منزلي، فذهبت للعب في حديقة بجوار منزلي. شكرا، انتهى الدرس.